قسم الطوارئ في مستشفى الكندي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم جميع الخدمات الطبية للحالات الطارئة. يتم فرز المرضى بناء على النظام الكندي، حيث يراعي هذا النظام شدة خطورة الحالة ومعدل انتظارها في قسم الطوارئ. ويضم القسم وحدات رعاية مختلفة، منها غرفة مراقبة البالغين، غرفة أطفال، غرفة جبائر، طوارئ أسنان، غرفة عمليات صغرى، غرفة إنعاش، غرفة عزل تراعي جميع المعايير العالمية لجميع أنواع العزل، تصل إلى وجود غرفة عمليات كبرى في القسم. جميع هذه الوحدات مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة. أما سيارات الإسعاف فهي تمثل وحدات عناية مركزة متنقلة وكادر من المسعفين المتخصصين بالإسعاف، بالإضافة إلى وجود قائمة بأشهر الأخصائيين لمختلف التخصصات الطبية المتوفرين عند الحاجة لهم. وجود قسم إسعاف نسائي تحت إشراف أخصائيين متمرسين ومتواجدين على مدار الساعة وفر لمرضانا الراحة والخصوصية التامة.